ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وأين ابن الشافعي الآن؟ بعد أن علمت بخبري اكتشفت أنه قد ألقي القبض عليه وهو الآن في السجن. أخرجه وتأكد من وصوله إلى والديه بنفسه. أمرك يا سيدي. انتظر. أمركم في الراحة ودوري في البحث عنه. أذهب معك. وأنا أيضا يا إيمان. في مثل هذه الأوقات المضطربة تقع السرقة والنهب والقتل، لكن ذلك لم يطول. ما حدث اليوم ما هو إلا رجوع العود لاستقامته. ينكسر عود العدل عندما يظلم بريء واحد. لا ظلم لأحد إن شاء الله، وما أحوجنا إلى ناصح أمين نسترشد برأيه. الموعظة للعوام، النصيحة للإخوان، أما التذكرة فهي للخواص. نعم القول. لقد شاهدت ما فعلته اليوم يا إمام، أعجبت به بشدة. تجاهلت كل شيء وتصغرت كل الأمور أمام إصرارك على إلقاء درسك في الجامع الكبير. هذه هي داري. شكرا لك على ما فعلته مع أبي عثمان، وأصلح الله حال البلاد والعباد. اسمح لي، فهناك نساء مكلومات على هذا الرجل. راح الله قلوبكم جميعا. إن احتجت أمرا يا إمام لا تنسى أني دائما موجود. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.